إنجيل باكر من مزامير أبينا داود النبي من قبله رأوا مسالكك يا الله، مسالك إلهي في الكنائس بارك الله، والرب من ينابيع إسرائيل هللويا. من إنجيل معلمنا لوقا البشير: فقال الرسل للرب زد إيماننا، فقال الرب لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذه الجميزة انقلعي وانغرسي في البحر فكانت تطيعكم. ومن منكم له عبد يحرس أو يرعى إذا دخل من الحقل هل يقول له تقدم سريعا واتكئ؟ ألا يقول له أعدد لي ما آكله وتمنطق واخدمني حتى آكل واشرب وبعد ذلك تأكل وتشرب أنت؟ فهل لذلك العبد فضل لأنه فعل ما أمر به؟ كذلك أنتم أيضا متى فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا إننا عبيد بطالون وما علينا أن نعمله فقد صنعناه والمجد لله دائماً.